يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور. الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور. يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور. الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور. الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. يا منشئ الأكوان يا خالق الإنسان يا رب يا حنان لا تحرمنا الجنان. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور. الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا جبار متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله. يا حي يا قيوم يا ندعوك يا رحمن يا سابق الإحسان كفر لنا الذنوب واغفر لنا ما كان. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور. الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله. يا حي يا يا أيها الإنسان عليك بالقرآن فهو لنا شفاء وراحة وأمان. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور. الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا معز يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله. يا حي يا الأمور.
إن كنت في هم لا تسألن سوى الرحمن، فليس غير الله هو وحده المنان. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا الحفيظ جل جلاله، المقيت جل جلاله، الحسيب جل جلاله. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله الكون في يدي ماض بحكمته، ينعم برحمته، من قال يا الله. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا جليل يا الله يا كريم يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله الواسع جل جلاله، الحكيم جل جلاله، الودود جل جلاله، المجيد جل جلاله. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا متفرد في علا ليس لنا سوى، هو واحد صمد وقد عبدناه بإخلاص. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله القوي جل جلاله، المتين جل جلاله، الولي جل جلاله، الحميد جل جلاله. يا حي يا الطبيب إذا عجز الدواء عن الشفاء. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد الحي جل جلاله، القيوم جل جلاله، الواجد جل جلاله. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. هو صاحب الأفضال، ما خاب عبد قد نجاه،
محقق الآمال بالجود يعطي من دعا. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. الله يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، المقتدر جل جلاله، المقدم جل جلاله، المؤخر جل جلاله، الأول جل جلاله. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا شملت لطائفه كل الخلائق والأكوان، برحمة منه يعفو ويمحو الآثام. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، المتعال جل جلاله، البر جل جلاله، التواب جل جلاله، المنتقم جل جلاله. يا حي يا مبسوطتان يدا للسائلين إذا سألوا، يعطي ولا يعطى من شاء خيرا فليدعو. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. يا يا الله، يا جامع يا الله، الغني جل جلاله، المغني جل جلاله، المانع جل جلاله، الضار جل جلاله. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، الله يسر لنا كل الهموم تزول إذا اقتربت من الرحمن، فارجوه مفتقرا فهو الكريم هو المنان. يا حي يا قيوم يا عالم بما في الصدور، يسر لنا الأمور واصرف عنا الشرور. يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله. يا حي يا كل الهموم تزول إذا اقتربت من الرحمن، فارجوه مفتقرا فهو الكريم هو المنان. يا حي يا قيوم
عنا الشرور.